السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته، ورحمة رجعنا الله لكم وبركاته. اليوم رجعنا مقطع لكم جديد مقطع من جديد قناة من روكت قناة ليج روكت تيم ليج تيم أو الصورة الصورة الكروية. الكروية. طبعا طبعا اليوم اليوم عندنا عندنا ضيف ضيف جديد جديد يلعب يلعب معانا معانا روكت روكت ليج ليج في في كومبيتيتيف كومبيتيتيف 2x2. 2x2. عارف عارف عن عن نفسك؟ نفسك؟ أنا حسن سليم. هو واحد من الأخوياء، من الأخوياء صدقوني صدقوني راح تستمتعون بالمقطع، فلا تحرمونا من لايك تحرمونا وشغلك من في لايك القناة وشغلك في القناة والجرس. والجرس. يلا بسم الله يلا نبدأ. بسم أول الله جيم في نبدأ. أول كومبيتيتيف جيم حتى في تكفى كومبيتيتيف عشان بيض وجهنا. بيض وجهنا. الله يبيض وجهك. اقول لك بيض وجهك، مو وجهك ابيض. ان شاء الله نفوز، تمام؟ نبي نعرق. طبعا تكفون شباب، تكفون شباب، تكفون شباب. لا تنسون تنسون تحطون اللايك، اهم شيء لايك اهم شيء بالنسبة لي انه اهم بالنسبة من لي انه الاشتراك. اهم من الاشتراك. فلا تنسون تحطون لايك في اشتراك في القناة والجرس. اوكي بعطيك اياها ترى. بعطيك اياها ترى. اهدفك هدفك روح. هدفك روح. لا افا افا وش الحركة اللي كانت ببالك؟ كانت ببالك. يلا نحاس تدير من الحزب الأول. لا عاد 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 انزل العوض انزل العوض انزل يمدينا العوض. يمدينا عادي عادي. شباب والله مرة مستحيل الشباب العبر يعني. شباب الناس تحكم انت، والله العظيم ان هذا مو لعبة. الحين بشوف اللعبة بإذن الله. حسب تشوف لعبنا والله انه بس تحمية هم تحمية. تركي، هم تركي، اسمه الفدي قلبنا فيلم تركي، تخافوش ديك نبي نفوز. الروم. لا تكفى حسن طلعها خرجها. يدفشون. انا عارف والله هذا شيء سيء عيني. بدك تكمل كمل. ما معي بوست. اما طب بكملها حاول عشان تنزل اركضها. عيني. سجلها. لا يا والله ياخذك الديك في التركي. لا يا زول نديك مالك عاد عاد عاد. ها يا اخي قاعد يصدمون دوري. كنا متفقين على محمد هدفك. التسجيل. طب انا اوريهم قسم بالله. لا حسن انا ما ابغى بس اقول لك سجلها عاطفه وكذا خش عليهم. محمد شوت. انا عارف شو انا وغسويها بنت بس ما تزبطوا معنا للاسف. يا عيني ادخل قريبة. بدك تعطيني باص؟ باص يا عيني. محمد كفو تفهم. صوت طيب. أول هدف عادوا الحين بإذن الله. أنا بروح أبكي تعرف. طب أنا أول جيم دايما الحكمة تحمية فما بدينا نعمل تحمية من سوق الجمعة. وثاني شيء أنا توني قايم وهذا شيء صراحة مو مرة كويس إني أنا مرة في النوم. أنا أول ما قمت دخلت مع واحد من أخوياي وهو سليم قلت يلا أروح شوف الحلقة ثم قال لي أوكي خلاص رن على طول بدون أي شيء كذا بس جينا نصور. ف يعني شوفوا حتى وأنا في النوم أصور لكم فلا تكسرون بالله كسرة في الخلف. سليم ديك عارف 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 اقسم بالله ان عن المرمى ان حسبت على يميني يا شيخ. يا اخي لخبط يا اخي لخبط كثير. غلطتي غلطتي. عادي 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 تعوض تعوض. انا عبالي ان المرمى قدام خلاص مطلعها بروح. لا تنسوا اللايك والاشتراك يا جماعه. روح حسن روح. محمد عادي عادي عادي. صعب شير دايركت. انا مسوي اي رول. اقول بحا ولا اخذ البوس مني. عليك. بدك تروح؟ روح. مالك مالك انا ابني. ليه ليه طيب ليش ما رجعت لي؟ حظي. ايش هون ايش هذا ايش قاعد تسوون عندك الرومية؟ حسن. معلش هدفك هدفك. انت كنت موجود وراي ولا لا؟ موجود وراك. يا اختي خليتها عادي عادي عادي. انا والله كنت ابي بس انا خفت اني واحد يصدق. انا بروح. لا تنسوا اللايك والاشتراك يا شباب. كل شوي اذكرهم قهوة.
ابرش مشاكل ما كل دقيقه باب لا اسولف ترى اقسم بالله هالشيء حذفت صور مقاطع اكثر واكثر حتى احسك بارس روح ما سولف تكلم لا تسكر اوكي برا برا ديك ديك ايش طيب يلا يلا هجبتك هجبتك باخذ البوسري قدام مالك مالك دفشتهم عيني بس خلي خلي صح صح او اقسم بالله اني قلبي وقف كنت احي سويت ترى حتى هم المرمى فاضي يجيبون العيد لا بالغلط بس بيسبوا مية روح هي عسن عنده اللاقك ايش في يعني تكفوق يا عيني يا عيني قلنا لك اول جيم تحمي الحين الحين بدينا شوي ها بدينا شوي نرجع مستوانا بدينا قدامكم لسه في فري ستايل وحباس لا تخافوا في فري ستايل وش يروح شباب الجيم الثاني والثالث تكون متوسط اللي يرجعون معرقين الارض جيجي بروضه ليش 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 طيب ليش طيب عليك مالك هلا يا اخي القهر ما تظبط المعنى الحركه اللي كانت في بعض شباب طبعا انا نزلت قد مره نزلت مقطع قبل كذا والصراحه ابغاكم كلكم تشوفون تحطوا لي لايك عشان اصور مره ثانيه مقاطع زي كذا ولو تبون غير اللعبه اكتبوا لي في الكومنتات اصور لعبه جديده مثلا فيفا او فول جايز او اي شيء يلخبطون زي ما زالت 100% فشل احتمال 90% لا 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 يا عيني صديتها. يا عيني ما قلت لكم في مستوى في فزنا جيجي 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 انا بالنسبه لي رجل براحة سليم والله انك رجل براحة يعني طبعا شباب انا كنت جول 3 بس واحد من اخوياي اسمه يعني ما بقول اسمه الله ياخذك لي هو يعرف نفسه نزلني من جول 3 خلونا نقول 1 اللي هو لا خلاص اسكت بنزل معاه حلقه قريبا ما انا بنحرق عليهم اما ديك الرامي بيلعبون ضدنا مره ثانيه اللعبه ضدنا خلصتهم اما قد الحين بنوريهم اللعبه الصوتيه يا شيخ خل 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 يا اخي المشكله كنت جاي اكملها بس دفني عندك روح تدفيشهم مش طبيعي مرة زيادة أنا كأنهم قد مرة دفوا شيء ديك كملها لو كانت عالية أبشر بي والله عيني حلوة والله حلوة تخيل والله ماشي حسن ديك كفو هذا فاكسي لا من والله بنت عكسي شوف سواء بنت لا والله مو هذا فاكسي تعرف لو انك فيكت عليهم كان طاروا كلهم روح 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 يا بطل ما ضبطت كنت بعطيها باك حاول اعطيني اسيست ليه 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 يا كرة يا غدرة ليه يا كرة يا غدرة والله العظيم قهر ما معي بوست باب اللي يقول لي قاعد ترجع ورا ما عليك
المشكلة ذا خرب الموضوع. الحمد لله. قهار ورب الكعبة كانت، أتوقع اسمها مستي إذا ما خاب ظني. والله كانت مستي، أقسم بالله كانت جامدة. لا كان بالفريق، حرام عليك يا أمل. منه تطيح؟ لا محمد لا حرام عليك، كنت بضبط لك إياها. لا خوف عليكم. يا اخي والله حرام، كنت بسوي الحركة الشهيرة لمحمد. حركة شهيرة ايش؟ كنت بسوي الحركة الحركة اللي دايما بتسويها بالاهداف. ايه ها احتفاليتي، تدخل احتفاليتي بابا، عندي احتفالية في ركبة بوريكم اياها باذن الله. كنت بفيك ما فتت فيك. ها؟ ديك؟ وي الف مالك. ايوه يعني دير مالك، هو بس رجع دفيته. يعني كملها والله بلا هدف. صدها. قريب قريب يا حرام. انا دفينا بعض. جيجي سجل علينا الهدف الاول ولا لا؟ قطع ام السبايك. لا ايوه ضيع فكر ضيع والله. انا مسبوها كثير حسن، لازم تسجل برضه حسن. نبدا نعرق؟ لا انا ببدا اعرق ورب الكعبة. ببدا اعرق باقي دقيقه 20 ثانيه. ترك السواليف شويات، معليش شباب ممكن نروح على كونستانتين. فبنبدا شباب كل مقطع راح نصور لكم جيمين تقريبا. في جيم ثالث والله حلوة، والله حلوة، والله قليل، والله حلوة. في برسايل انظرونا بس، شوف كذا لما نقزها من فوقه. والله حلوة. ايه يا شيخ اخر دقيقة بنقدر، دقيقة أخيرة بنقدر نسجل فيها أهداف. ما معي بوست، ما معي بوست، والله ما معي بوست، والله. والله كان يمديك أنا ما في قصر، كنت بسويها جنب الست عشان تضبط. شباب اللي ما شاف لو روح الشارط شوف الجنب الست اللي انا سجلت. لا 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 والله كانت قريبة جنب رشيد تكفى. يا دفشون لا يا حسن لا تقعد قدامي يا اخي. والله اذا شو طلعت فيها تطيرني، فيها تطيرني. اريد ثاني، ما في وقت، ما في وقت. عادي 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 بنفوز ان شاء الله. اهجم اهجم هجمتك 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 هجمتك. لا يا غبي روح انت. الحمد لله ما ضبطت. اخر 20 ثانية. حسن حسن روح. حسن تكفى. لا 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 تكفى تكفى. حسن تكفى. يا اخي والله يدفشوا تنفيشهم مش طبيعي. والله منين عادي. واحد 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 مشكلة قالوا ثلاث عادي. لو نقدر نسوي فري ستايل عليهم نقدر نفوز. انا مستسلم خليهم يسجلون خلاص ما خليهم.
محمد. خسران. لا 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 واحد. وكذا ينتهي مقطعنا يا شباب، كذا ينتهي مقطعنا يا شباب. لا 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 في باقي، يا اخي والله بروح بصلي. اه صح، صلاه صلاه خير من اللعب. ديك كم بقى؟ بخمس دقائق تروح تصلي انت في المسجد ان شاء الله. مش عارف فري ستايل. يا الله يا الله والله حرام. تروح لها. اه الله ما يضبط. تطلع الخطان تلعب مهاجم ولا بلعب حارس؟ اعطيته باك فليب. ديك انا بعد ما قدامك محمد شوت كفو. تيه لو يخليها. لا تكفى. يا سح يا عيني على الهدف. تفهم والله هدف حلو والله. يا عيني دبل تاتش. انا هجبتك سجل. حاول اعطيني اسيست. والله اسيست حلو والله حلو. الاحتفاليه لا ما خلوني اخلص الاحتفاليه على طول. تروح شو احتفاليتي يا يلا روح 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 روح. نانانا بدك تروح انت. وفي عضو جديد ممكن يكون اخوي للصراحه يعني. ممكن اذا كنت لا تحرق لا تحرق لا تحرق لا تحرق. انت انت ام القهر. فيكته والله قهر اللي فيكته. كان جان دير لا عيونك يا محمد. لا قل قل مو عيونك. لا قل مو العيونك. قل مو العيونك. قل مو العيونك. مو العيونك. والله خفت. اوكي روح هات اخر ثلاث دقايق. يلا يلا دعسة خد الباتش برا بصلي يا محمد. لا بس هي احتفالية. دقيقة محمد محمد هذا الباتش وبروح على الصلاة. يلا اصلا اخر جيم احنا ثلاث ايام وبعديها بترجع. يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة. من مشجع الهلال يسوي لايك، من مشجع النصر يسوي سبسكرايب. انتاج راسك متر وسفيت متر وسفيت عمك يا مصاوي فاهم. واحد اثنين متر حطه فين؟ ثلاثة ثلاثة والهلال يا ساد. اكفي خشي. لا يا حرام خربها علي. لا يسوي اللي بالي. لا خوف عليكم كنت بصدها. شوت 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 شوت. دفني. فيكت لك. انا سحبت في واحدة بس ما كملت يعني. ايوه ما يبوت الحين. جيتي هنا تكفى. كله مني انا بطاطا. ما بطت. يعني روح قاعد العب بدون بوست. لا يا حسن خليها. يا حسن قلت لك وعليك ما تفهم. فهمني فهمني يا اسطى فهمني. ما معي بوست. هات بس بتفوت بوست. ما هذا هذا دقيقة ما خلص ما خلص. واخ هو يسست عيونك بس انت يا اخي الشخص ما يتوقع كيف بده يسوي الفري ستايل. تسحيب اسطورية.
لا يا زمن. ايوه دقيقة، عندي حركة بالي يا رب تضبط. خش عليها. والله كانت حلوة يا اخي، بخاف تضبط. اتوقع انها تضبط. اتوقع قريب قريب. انا اعطيتك مستس. نعم فجرته عيني يا عيني. تكفى على عيونك. قول لي تكفى، قول له مل. كان يا شباب بعد بالكامل. اهم ايش اهم ايش تضيف محمد بالروكيت حبيبي حبيبي تفوزون معاه. يا عيني افضل خوي لي كمل هناك. انسى اضرب سجلو. يعني عيني 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 عيني. لا لا امزح والله امزح. الحين كلهم فايزين فايزين فايزين. امسك والله كفو. مخليك تسجلها انت وانت مسجل. انا مسوي لك كل اهدافك اسيستات، انا مسوي لك اربع اسيستات وانت مسجل اربع اهداف. والله تخيل انت تسجل هدف مسجل اربع اسيستات واربع جول منك. ما قصرت وربي. يلا 30 الثانية الأخيرة وبروح بصلي. شباب وانتبهوا، لا حدا يظل يلعب ويترك الصلاة. صح، حتى لو احنا بقينا نصلي بس 5 دقايق. صح اني غلطت حطيت 5 دقايق بس يصل. والله بدينا المفروض اني وقفت بعدين كملتها بعد الصلاة. يلا عدد نشوف اذا كان بنصور حلقة ثانية بعد الصلاة ولا لا. بنشوف ان شاء الله ممكن نسوي بث ترى. ايوه خذوا هذه. يلا الحين خلصنا حلقة اليوم. طب الحين محمد هلا صرت ديفيجن 3 سيلفر 3 انا قلت بنت ديفيجن. انا ديفيجن 3 هم نختمها. ايه بختم بختم. اوكي اوكي يلا. لا تنسون طبعا لايك تراك القناة وشكرا على المتابعة. كل واحد واصل لين هنا ابغى اقول له شكرا مرة لانك تابعت الحلقة. طبعا لا تنسون لايك تراك القناة والجرس وكل شيء والكومنتات. اذا تبون اضيف ناس جديدين او اغي او العب مع ضيف جديد انت في الكومنتات. وبيس اوت.